كان أول يوم مدرسة بعد العطلة الصيفية. طالب مشعل والشلة هذه يأثرون على العملية التعليمية. هبة من مدرسة الروابي للبنات ومشعل من ثانوية النسيم يسيطرون على تيك توك. خلك رجال. كلها السنبات هاد. ما هي مالي عين. إذا مش قد اللعب ما تلعبي. Oh my God. إيش هاد. نورتنا بثانوية النسيم. ثانوية النسيم ومدرسة الروابي للبنات مسلسلين تابعهم الجمهور بنفس الفترة تقريبا، فثانويات النسيم بدأ عرضه على شاهد بآخر يناير، بينما نزل مدرسة الروابي 2 على نتفليكس بثاني أسبوع من فبراير. أنا جاي هنا عشان أعلمكم، واللي محتاج مع التعليم تربية هذا ربي. هاي كانت بداية النهاية. وفينا نقول إنه هالعملين حققوا نجاح كبير وقدروا يشدوا الناس وبنفس الوقت يقسموا الآراء حولهم بأحداث وقصص شخصياتهم. لا صلاة ولا عبادة، مضاربات وتفحيم. والمسلسلين فيهم تفاصيل متشابهة، أولها القصة، فالعملين بيحكوا عن مشاكل الطلاب من الجيل الجديد والأحداث بتصير داخل مدرستهم، أما الاختلاف فكان بالقصص الشخصيات والبيئة اللي بتصير فيها الأحداث. فبثانوية النسيم عاش الطلاب الشباب مشاكل وتحديات كثيرة سواء الدراسية أو الشخصية. فرصة جدك لأن عندك اغتنمها. فتعرف الجمهور على الطالب المشاغب مشعل، هذا غير المشاكل بين الطلاب نفسهم مثل مشاكل مشعل وملفي الشخصية الأكثر شراً بأحداث القصة، وعملوا كل واحد شلة ضد الثاني. الأمور اللي وصلت للهجوم على المدرسة وأذية صديق مشعل حمود. أنا السبب في كل شيء. وهالصداقة بينهم تشبه تماماً العلاقة بين سارة ونادين، الشخصيتين اللي شفناهم بمدرسة الروابي للبنات. شكراً بس لا. إلى جانب شخصية تسنيم اللي كان عندها كل الصفات اللي بتحلم فيها أي بنت، من الجمال للذكاء الحب والمال كمان. ومنتعرف كمان بهالعمل على شخصية شمس وفرح وهبة صاحبة الشخصية المتنمرة والمعقدة. بالضبط كان لازم أكون. إلى جانب مس عبير الشخصية اللي بتقدمها ريم سعادة واللي الكل بيعرف إنها معلمة صارمة، على عكس أستاذ عبدالله تماماً بثانوية النسيم الدور اللي قدمه خالد صقر واللي بيحاول إنه يطبق أفضل الطرق التعليمية المتقدمة بس بيواجه الكثير من المشاكل والصعوبات الغير متوقعة. لا تنسى أنك في ثانوية النسيم. وفينا نقول إنه مشعل وهبة هما الشخصيتين اللي قدروا يتحولوا لنجوم بين يوم وليلة، فإذا بنروح على تيك توك بنلاقي إنه فيديوهاتهم هما الأكثر تداولاً. ومع أنه دوره كان قصير إلا أنه كوتش فراس من مدرسة الروابي للبنات كمان كان له حصة كبيرة من التعليقات والفيديوهات. وبالإضافة إلهم أيضاً كلام الأستاذ عبدالله العميق من ثانوية النسيم يبدو أنه أثر بالمشاهدين فتناقلوه بشكل كبير. رجلهم صايرة خفيفة على طلعة من المدرسة، أظن المدرسة محتاجة توقف وقفة جادة وحازمة ضد هذا الشيء ولا؟